ايوه يا حبيبتي، كنت عاوزه اخد رايك في حاجه. قولي يا حبيبتي، عايز تاخدي رايي في ايه؟ طبعا حسام في اي لحظه ممكن يبعت لي عشان اسافر. عارفه، وطبعا انت مستعجله قوي، لو كان عليا عايزه اليوم ده يجي بعد سنتين. والله يا ماما انا كمان صعب عليا قوي ابعد عنك، لكن هعمل ايه؟ ربنا يهنيكي ويسعدك يا حبيبتي. قولي لي انت كنت عايزه تاخدي رايي في ايه؟ كنت عاوزه اروح طنطا اسلم على تيتا وجده قبل ما اسافر. طنطا؟ ايوه يا ماما، فيها حاجة؟ لا ابدا، بس ايه يا ماما؟ دول برضو اهلي ومن حقهم عليا اني اعرفهم اني اتجوزت. هو صحيح احنا مرضناش نقول لهم ساعة الجواز عشان كان ليه ظروف معينة ووضع حسام، لكن دلوقتي على الاقل يشوفوني ويعرفوا بجوازتي قبل ما اسافر. ايوه يا حبيبتي، انا ما عنديش اي اعتراض انك تروحي لهم، لكن انا خايف يعملوها مشكله ان احنا خبينا عليهم موضوع الجواز. حتى يا ماما لو عملوها مشكله هنلاقي اي مبرر نقوله، لكن لو اكتشفوا اني اتجوزت وكمان سافرت بره هيبقى شكلنا وحش قوي. ويا ستي اطمني، انا اعرف امتص غضبهم. ايوه، ايه السبب اللي هتقنعيهم بيه انك خبيتي عليهم موضوع جوازك؟ السبب انه كان لازم يسافر بسرعه جدا، ده حتى كتب الكتاب جه فجاه ما عملناش فرح. ولا دي جوازه والسلام، عشان ما تجيش تعيشي معانا هنا بعد الجامعه. والله ابدا يا عم، هو في حاجة اسمها جوازة والسلام؟ يعني أنا هتجوز مخصوص عشان ما اجيش أعيش معاكوا هنا؟ معقولة دي؟ طب وجوزك بيشتغل إيه؟ هو اتخرج السنة دي وسافر ياخد الدكتوراه من بلاد بره، وبإذن الله أنا هحصله. تحصل إيه؟ والجامعة ودراستك؟ ما أنا حولت انتساب يا تيتا، وإن شاء الله هبقى على الامتحانات. يا سلام، يعني اتحلت دلوقتي مشكلة الجامعة، لكن عشان تيجي وتعيشي هنا كان فيها مليون مشكلة. يا عمو، يعني أنا جاي أقول لكم خبر جوازي عشان أسمع الكلام ده ولا عشان اسمع كلمة مبروك؟ ألف مبروك يا بنتي وربنا يسعدك، بس كان المفروض إن احنا نبقى موجودين في الليلة دي. عندك حق يا جدو، وبصراحة هي غلطتي أنا، لأن ماما قالت لي أجلي شوية عشان أهلك يجوا من البلد، وأنا قلت لها مش هينفع عشان حسام وظروف سفر. وفين قسيمة جوازك من حسام؟ أهي، أنا جبتها معايا لأني كنت متأكدة إن حضرتك هتطلبها. كده برضه يا سلوى، بقى وأنت في مصر أنا قاعدة قلقان عليك. تقومي تسافرين لبلاد بره؟ معلش يا تيتا حبيبتي، انت تكرهيني اني اكون عايشه سعيده ومرتاحه؟ ده انا اتمنى لك السعاده اللي في الدنيا كلها، ده انا كل ما اصلي ادعي لك براحه البال وربنا يهدي سرك. ربنا ما يحرمنيش منك ابدا يا حبيبتي. خدي مبروك. الله يبارك فيك يا عم. وان شاء الله مسافره امتى بالسلامه؟ باذن الله اول ما حسام يبعت لي. ويا ترى هنيجي نوصلك للمطار ولا دي كمان هتخبيها علينا يا سلوى؟ والله يا عمي كان غصب عني. وعموما اول لما حسام يبعت لي انا هتصل بيكم، ولو قدرتم تيجوا طبعا ده شيء يشرفني ويسعدني. ربنا يسعدك يا بنتي ويهنيك يا رب، ويهدي سرك ويرزقك بالذريه الصالحه يا رب. الله، انا ما كنتش عايزه غير الدعوتين الحلوين دول. اقول الحمد لله على السلامه. شكلك تعبانه، يبقى اكيد بقى عملت العمليه مش كده؟ ما عملتهاش ومش هعملها. نعم يا اختي، امال جيتي ليه؟ انا مش قلت لك مش عايز اشوف وشك الا لما تنزلي الزفت اللي في بطنك ده؟ الزفت ده منك زي ما هو مني، يعني لازم تتحمل مسؤوليته معايا. ازاي بقى ان شاء الله؟ ازاي يعني؟ اشيل بطن شهر وانت شهر ولا ايه بالظبط؟ لا بقول لك ايه، بلاش تريقه والنبي، البيبي ده جاي عن طريق الحلال، يعني لازم تتجوزني رسمي، انت فاهم ولا لا؟ ايه الكلام الكبير ده كله؟ ما انت بتخوفي وهو بتعرفي تهددي، ايه يا عم في ايه؟
بكلم عادل زي ما بكلمك. انت اللي بتتكلمي عادل يا حبيبتي. اسمع بنت انت، حكايه الجواز الرسمي دي تنسيها خالص، شيليها من دماغك. انا حبيبتي مش بتاع جواز من اساسه، وانسي بقى انك تعرفي تورطيني في اي حاجه. انت فاهمه ولا لا؟ قلت لك 100 مره ان الجواز الرسمي ده لو حصل انا اللي هبقى اتورطت فيه. ده مجرد حل مؤقت لغايه ما اولد، بعدين كل واحد فينا يروح لحاله. طب وعلى ايه؟ وعلى ايه يا بنت الناس اللافه دي كلها؟ ما تخلصي من دلوقتي احسن، بدل ما تخرجي من الحكايه بعيد. اخرجي منها خالص ونخلصها. خايفه؟ بقول لك خايفه يا بني ادم. ناس كتير عملوا عمليه الاجهاض دي وماتوا فيها. مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي وهمك بالكلام ده؟ دي عمليه بسيطه جدا، زي شكل الدبوس بالظبط. انت ايه؟ انت كنت مخبي المشاعر دي كلها فين؟ اسمع ما اقول لك، لو ما لمتش الموضوع ده وجوزتني رسمي انا هفضحك. انا اللي هفضحك يا حبيبتي. انا ساعتها هنكر الواد ده خالص، وحاول ان انا ما اختلفتش بيكي من ساعه ما كتبت ورقه الجواز العرف دي، وهاتيلي دليل واحد. دليل واحد يثبت ان الواد ده ابني وانك حامل منه. ده انا هوديك في 60 داهيه عشان انا. يا شيخه اتنيلي بلا عرف. انت ما تجيش راجل ترد عليه حتى. ابوك سايبك ورميك رميه الكلاب واخوك مسافر. يبقى وريني شطارتك بقى يا حلوه. انا اللي هفضحك يا حبيبتي. انا ساعتها هنكر الواد ده خالص، وحاول ان انا ما اختلفتش بيكي من ساعه ما كتبت ورقه الجواز العرفي دي. اعمل ايه يا رب؟ اعمل ايه يا رب؟ يا شيخه اتنيلي بلا عرف. انت ما تجيش راجل ترد عليه حتى. ابوك سايبك ورميك رميه الكلاب واخوك مسافر. يبقى وريني شطارتك بقى يا حلوه. ابوك سايبك ورميك رميه الكلاب. ابوك سايبك ورميك رميه الكلاب. ابوك سايبك ورميك رميه الكلاب. الو بابي، انا منال. منال، اهلا يا حبيبتي. ازيك؟ عامله ايه؟ انا محتاجه لك قوي يا بابا. مالك يا منال؟ بتعيطي ليه؟ في ايه؟ انا عايز اشوفك دلوقتي حالا. انت فين دلوقتي؟ انا هعدي عليك حالا. طيب تعالي، انا مستنيكي. لا مش هينفع، انزلي انت تحت، انا عايزه اروح اقعد اتكلم معاك في حته. طيب مسافه ما اغير هدومي وانزل استناكي تحت. مع السلامة حبيبتي. في ايه يا يوسف؟ منال مالها؟ اتصلت بيا وهي بتعيط ومنهارة وتقولي انها عايزة تشوفني ضروري. طب روح لها بسرعة وطمني. كريمة! انا غلطان، انا غلطان يا بابا. اعمل فيها اللي انت عايزه، بس ارجوك خليك جنبي. جاية تلجايلي بعد المصيبة اللي انت عملتيها دي؟ عايزاني اعمل لك ايه؟ اللي انت عايزني اعمله هعمله، بس ابوس ايدك، ابوس ايدك، خليك جنبي يا بابا. لو سبتني لوحدي انا هموت نفسي. خلصي، عايزه تموتي كفره كمان؟ هو ده اللي انا كنت خايف منه. شفتي اخر الدلع امك ليكي وصلك لحد فين؟ كل اللي بتقوله معك حق فيه، بس ارجوك ما تسيبنيش يا بابا. معاكي ورقه الجواز دي؟ اه معايا، بس في البيت. ولاقيه فين النجل ده؟ انا ما اعرفش غير الشقه اللي كنا بنتقابل فيها لما اتجوز. من بكره الصبح تجيني، لازم اشوفه. انا مش هنام لحد ما تجيني.